احنا دلوقتي معانا الكابتن عمر عصر، نجم تنس الطاوله والاسطوره، فربنا يحفظك واهلا وسهلا بيك على كل كوره. اهلا وسهلا محمود، مبسوط ان انا معاكم النهارده على كل كوره، ويعني اتمنى ان شاء الله ان الشغل يبقى حلو علينا وعلى المنتخب كله ان شاء الله في الجزائر. كلمنا عن استعدادات، انت لسه واصل امبارح، اول ما وصلت قالوا عمر جاي بكره، يا جدعان ده جاي يريح، ده ياخد يومين وهيسافر المانيا، فكلمنا عن استعدادات، جاي تستعد كام يوم وماشي الكلام ده كله. هو طبعا الفترة دي هي فترة اعداد زي ما انت قلت لبطولة افريقيا، طبعا هي الاولوية، وتاني حاجة كمان الدوري الالماني هيبدأ كمان اسبوع، فعشان كده انا حبيت ان انا اشارك هنا في منتخب المعسكر بتاع المنتخب استعدادا لبطولة افريقيا. بحب دايما ان انا اكون موجود مع زمايلي كمان، ده بيدينا كلنا روح حلوة، لان البطولة مش بس فردي، هي البطولة كمان فرق. فمبسوط ان انا الحمد لله قدرت ان انا الحق المعسكر، ويعني مخلي المعسكر اقوى باذن الله. هل مثلا الجزائر دي حاطط برضه هدف في دماغك، برضه انت عايز تجيب ميدالية، انت اخر حاجه حققتها اللي هي فضيه البحر المتوسط، وكلنا كنا بندعي على بتاع اسبانيا اللي انت تاخد الذهبيه، بس نصيب يعني الحمد لله. طموحك ايه في الجزائر؟ والله اولا عايز في بطوله الفرق ان ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحصل على الذهبيه. اللي عندنا فريق الجزائر فريق قوي، وفريق نيجيريا طبعا هو المنافس يعني التاريخي لمصر، فدول اكتر اتنين منافسين. فعايز الاول ان احنا نبدا بدايه ان شاء الله كويسه زي ما عملنا السنه اللي فاتت في المغرب، وكسبنا الحمد لله الفرق، وبعد كده ربنا كرمني الثلاث ذهبيات بعد كده. فنفسي ان شاء الله ربنا ان شاء الله يعني يكون شايلنا خير باذن الله في الجزائر. باريس كله دلوقتي شغل الشاغل، باريس طموحك، هل عمر ممكن نشوفه مثلا جايب لنا ميداليه في باريس؟ والله هو ده اللي احنا بنبني بيه ربنا كل يوم، يعني الواحد عشان يتمرن لازم يبقى عنده دافع، وده الدافع اللي عندنا من واحنا بدأنا يعني نستار ان الواحد ربنا يكرمه بالميدالية الأولمبية. فالحمد لله في طوكيو ربنا خلى الموضوع ده قرب شوية، بس طبعا احنا دايما بنطمع وبندعي ربنا عايزين المزيد. فان شاء الله في باريس يا رب، اولا عايزين نستعد استعداد قوي، وده بدأ فعلا من ساعة ما طوكيو خلصت، ونتمنى ان شاء الله ان في باريس ان احنا نهدي مصر ان شاء الله هدية حلوة بإذن الله. الاجيال يعني كابتن احمد صالح، حضرتك اجيال في تنس الطاوله بتسلم بعض زي كره القدم، ما بنقول اجيال بتسلم بعض، شايف الموضوع ده ماشي بخط صح او طريق صحيح؟ وكمان عندكم مروان ومحمد وليد والناس دي اللي انتوا بتدخلوا الشباب الصغير معاكم، دي حاجه حلوه جدا. طبعا انا رايي ان احنا لسه يعني في 50% او 60% من المواهب المصريه في تنس الطاوله لسه لم تكتشف بعد، يعني عندنا ما شاء الله لعيبه ناشئين ناشئات، كمان الاصغر كمان الكادت تحت 15 سنة ولاد وبنات، عندنا مواهب كبيرة جدا، ولكن بيبقى في بعض الظروف ممكن ما يكونوش هم قادرين ان هم يوروا موهبتهم دي. بس انا شايف ان مصر اكتر الدول يمكن في العالم اللي عندها مواهب في تنس الطاولة، وهي مش تقف على حد زي ما انت قلت، في ناس قبلنا كانوا بطل كبار واحنا دلوقتي موجودين، وهيجي احسن بعد كده ان شاء الله في المستقبل، عشان دايما ان شاء الله مصر يبقى عندها ابطال يجيبوا ميداليات. الاتحاد المصري توجه له رساله ايه، وكابتن ماجد عاشور طبعا المدرب بتاعه؟ والله يعني بوجه الاتحاد اولا الشكر ان احنا موجودين هنا عاملين معسكر، وبطلب ان شاء الله ان احنا يبقى عندنا مزيد من المعسكرات، ودي بتفرق معانا جدا. عايزين برضه ان شاء الله يبقى في دايما تفاهم، يبقى في دايما يعني لغه وصول. النهارده كابتن معتز عمل اجتماع باللعيبه، دي حاجه جميله جدا. كابتن ماجد كمان النهارده كان مهتم جدا في التمرين، ان هو يحاول يشوف بعض الاخطاء يصلح للاعبين، فدي حاجات طبعا بتشوفها. عندنا برضه كابتن عماد مصطفى موجود معانا الاول معسكر، فكابتن جهاد السيد، فيعني هنحاول ان شاء الله ان احنا دايما نعمل افضل كلنا مع بعض، يعني كل انا قلتهم دول كلنا مع بعض تيم واحد، بنحاول ان احنا ان شاء الله نعمل دايما الافضل. انا بتمنى لك كل التوفيق.